قمه السعاده ديالي هي ملي كنصيفط شي كوموند لشي واحد وتيقول لي تبارك الله عليك السلعه زوينه، حتى كنفرح بزاف وكنقول الحمد لله. داكشي علاش ملي كنبغي نجيب السلعه ما تنفكرش فشحال غادي نربح فيها، ولكن تنفكر في الجوده ديال السلعه اللي ما غاديش تحشمني مع الناس. والحمد لله من نهار بديت التجاره عم ربي ما حشمني الحمد لله. واخيرا هاد الشقه تسالى الاصلاح ديالها من بعد ما كانت كلها مدقدقه، الزليج كله طاير سواء عند الارض ولا عند الكوزينه ولا عند الحمام، القوادس كلهم سايلين. واحد الكارثه كانت، واحد الكارثه في هاد الشقه. راه كان سبق لي شاركتها معكم، وحتى في هاد الفيديو غادي نولي نشاركها معكم باش تشوفوا كيفاش كانت من قبل. المهم من بعد ما الانستالاسيون ديال الماء والانستالاسيون ديال الكهرباء، عاود لها الصباغه، عاود لها الزليج ديال الارض والزليج ديال الكوزينه والزليج ديال الحمام، وايضا عاود شويه في الفصاله. يعني الكوزينه شاركت مع واحد البيت قدامه وتفتحوا على بعضياتهم، وايضا كان واحد الطواليت صغيره وكان حداها الحمام. هذيك الطواليت حتى هي تفتحت على الكولوار وزادت عطات لاسباس. والحمام خلاص كله تعاود، لان راه كان سبق لي شاركت معكم هذاك الحمام كان كارثه. انا بغيت نعرف غير علاش كتبنيو البلاكار في الغرفه ديال النوم، كتبنيوه بالياجور وبالسيما، كتبنيوا الجوانب ديالو، كتبنيوا له الضاله من الوسط، علاش غادي تهزوا فيه الحديد؟ علاش كتبنيوه وعاد من بعد كيبقى يدير لكم الريحه ديال الغمال؟ غير كتزرفوا راسكم. البلاكار ديال غرفه النوم ما كنبنيوهش. اذا كان عندنا احنا اصلا حيط من هنا وحيط من هنا، راه المعلم ديال هذاك البلاكار كيجيب صندوق كيخشيه بين جوج حيوطه، كيجيب صندوق وهذاك الصندوق من داخل كيتقسم على حسب هذاك التقسيم، بطبيعه الحال على حسب الخصوصيه ديال كل سيده. كل سيده تقسمه من داخل على حسب الاحتياجات ديالها. كما كنقول لكم دائما من الاحسن ديروا له واحد التصميم اون 3D وتقسموه بواحد القياسات مضبوطه. الاختي بالنسبه للفواصل الخشبيه دائما نقدروا نخدموها بالخشب، والخشب عمره ما كيدي موضه، دائما كيبقى على مود. غير هو حاجه وحده بالنسبه للثمن ديال الخشب كيكون طالع بزاف، لهذا مؤخرا ظهرت واحد الماده هي كبديل للخشب، يعني كتعطي نفس النظره ديال الخشب ولكن كتكون مصنعه من البي في سي. كنقدروا نديروها حتى هي في الفواصل ديالنا، وطبعا الحال كيكون الثمن ديالها اقل من الخشب. اما بالنسبه للاخوه اللي عندهم استطاعه، انا بغيت نعرف غير علاش كتبنيو البلاكار في الغرفه ديال النوم، كتبنيوه بالياجور وبالسيما، كتبنيو الجوانب ديالو، كتبنيو له الضاله من الوسط، علاش غادي تهزوا فيه الحديد؟ علاش كتبنيوه وعاد من بعد كيبقى يدير لكم الريحه ديال الغمال؟ غير كتزرفوا راسكم. البلاكار ديال غرفه النوم ما كنبنيوهش. اذا كان عندنا احنا اصلا حيط من هنا وحيط من هنا، راه المعلم ديال هذاك البلاكار كيجيب صندوق كيخشيه بين جوج حيوطه، كيجيب صندوق وهذاك الصندوق من داخل كيتقسم على حسب هذاك التقسيم، بطبيعه الحال على حسب الخصوصيه ديال كل سيده. كل سيده تقسمه من داخل على حسب الاحتياجات ديالها. كما كنقول لكم دائما من الاحسن ديروا له واحد التصميم اون 3D وتقسموه بواحد القياسات مضبوطه. الاختي بالنسبه للفواصل الخشبيه دائما نقدروا نخدموها بالخشب، والخشب عمره ما كيدي موضه، دائما كيبقى على مود. غير هو حاجه وحده بالنسبه للثمن ديال الخشب كيكون طالع بزاف، لهذا مؤخرا ظهرت واحد الماده هي كبديل للخشب، يعني كتعطي نفس النظره ديال الخشب ولكن كتكون مصنعه من البي في سي. كنقدروا نديروها حتى هي في الفواصل ديالنا، وطبعا الحال كيكون الثمن ديالها اقل من الخشب. اما بالنسبه للاخوه اللي عندهم الاستطاعه الماديه انهم يديروا الخشب، بطبيعه الحال فهو لا يؤلى عليه ودائما كيبقى دارج على الموضه. عندما تجتمع الجماليه ديال الام دي اف والصلابة ديال الخشب واللمسة الخرافية ديال الإضاءة المخفية، النتيجة كتكون هي هاد الكوزينة اللي كتشوفوا معايا. صندوق ديال الكوزينة من داخل اللي عليه الأساس واللي عليه كتحط الرخامة راه مخدوم باللاطي، ماشي بستراتي ديكور، أحسن أنواع ديال اللاطي. أما بالنسبة للبيبان فهما مخدومين بالإم دي إف ديال الإيطالي. اما بالنسبه للجرانيت فهو جالاكسي. شوفوا معايا الاخوان العمل المتميز ديال الخدمه ديال الرخام كيفاش عامله.
بالنسبه لهاد ليفي كما شفتوا معايا ديال جوج ماشي ديال واحد، وحتى هو سو بلان. بالنسبه للاخوه اللي كيسحب لهم الليفي اللي كيكون سو بلو كيكون غير ديال واحد، لا لا بغيتي جوج راه كاينه ديال جوج. اما بالنسبه للجزيره فالمعلم الله يعطيه الصحه ما نساش يدير هاد الاكسسوار ديال البريزات، لان الايلو كيكون بعيد على البريزات اللي في الحيط، مولا تقدر تحتاج تطحن اي حاجه. قمه السعاده ديالي هي ملي كنصيفط شي كوموند لشي واحد وتيقول لي تبارك الله عليك السلعه زوينه، حتى كنفرح بزاف وكنقول الحمد لله. داكشي علاش ملي كنبغي نجيب السلعه ما تنفكرش شحال غادي نربح فيها، ولكن تنفكر في الجوده ديال السلعه اللي ما غاديش تحشمني مع الناس. والحمد لله من نهار بديت التجاره عم ربي ما حشمني الحمد لله. نداء منا الينا يجوب خواطرنا، إن أحسننا أرحنا عتاب ضمائرنا. ألسنا أحق بقلب سعيد، أما آن للروح أن تستعيد عهدا جديد؟ فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار. إليك القرار، لن يغير حالنا إن لم نغير أنفسنا. هي سنة في كوننا والله قدرنا. كن أنت أول من يقيم في نفسه عيشا قويم، تهدى الصراط المستقيم، بادر وغيرها. ستمضي قريبا بأمر القدر، وتغدر فاتا ويبقى الأثر، فلا تنتظر من الآن، كن ما تريد لغد، وحسن وغير إلى أقصى حد. هلم بجد يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم. فلا تنتظر من الآن، كن ما تريد لغد.